وقفت الألطاف الإلهية بجانب شرطيان بقلعة السراغنة، هما شرطيان تابعان للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن لذات المدينة، بعدما أصيب بجروح وصفت بالخطيرة في حادثة سير وقعت عصر الجمعة 7 أكتوبر بالطريق الرابط بين قلعة السراغنة والعطاوية على مستوى جماعة العتامنة. وأفادت مصادر محلية جاءت الحادثة بعد فقدان السائق السيطرة على السيارة التابعة للأمن الوطني والتي كانت في مهمة بمدينة العطاوية. وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي العطاوية سارعت على الفور إلى مكان الحادثة للسهر على نقل الضابطين نحو المستشفى الإقليمي السلامة لإعطائهم الإسعافات الأولية.